يا مساء الخير على جميع مشاهدي برنامج كلام مهم وحلقة جديدة من برنامجنا معاكم النهاردة. موضوع حلقتنا النهاردة مختلف عن موضوع الحلقات اللي فاتت. موضوع حلقتنا النهاردة بيتكلم عن تفسير الأحلام. الأحلام عبارة عن ظاهرة طبيعية بتحصل للناس كلها، يعني في ناس بتحلم وفي ناس ما بتحلمش، لا دي مش موجودة، كلنا بنحلم، ولكن في بعض الرموز اللي بتظهر في الأحلام ما بنبقاش عارفين ليها تفسير. زي في ناس تقول لك انا بحلم ان انا بقع من الدور العاشر، في ناس تقول لك انا بحلم ان انا بغرق، في حد بيقول لك ايه مثلا انا حلمت ان انا الخاتم الذهب بتاعي اتكسر، طب يا ترى ده فال حلو ولا ده فال وحش، في ناس تقول لك انا بشوف تعابين، في بنات بتحلم احلام حلوه مثلا تقول لك انا بحلم ان انا اتجوزت، في واحد يقول لك انا سافرت. رموز كتيره جدا بنشوفها في الاحلام، ولكن للاسف بنبقى مش عارفين ايه هو تفسير الحلم دوت. عايزه اقول لكم ان النهارده ان شاء الله باذن الله هيكون معايا دكتوره متخصصه في تفسير الاحلام والرؤى، هتشاركنا النهارده ان شاء الله الحلقه. فاي حد عنده النهارده حلم مش عارف يفسره، اي حد عنده سؤال خاص بالاحلام يقدر يكلمنا على ارقام البرنامج اللي ظاهره دلوقتي قدامكم على الشاشه. هنطلع بس فاصل بسيط وارجع لكم على طول. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وموضوع الحلقة النهاردة بيتكلم عن تفسير الأحلام. أي حد يا جماعة عنده حلم حابب يفسره، أو أي حد عنده سؤال خاص بالأحلام يقدر يكلمنا دلوقتي على أرقام البرنامج اللي ظاهرة قدامكم على الشاشة. خلونا بقى أرحب بضيفتنا الجميلة اللي منورة معانا النهاردة الاستوديو، دكتورة هند عبد الهادي، دكتورة في تفسير الأحلام والرؤى. ازيك يا دكتور؟ أهلا وسهلا. عاملة إيه؟ الحمد لله منورانا ومنورة الدنيا. النور نورك يا عم. أنا كنت لسه بقول في الفصل يا دكتور إن إحنا بنشوف بعض الرموز في الأحلام، ولكن إحنا ما بنعرفش الرموز دي بترمز لإيه. في بعض الرموز بتخص السحر، تمام؟ والسحر مثلا اللي هو بيعطل جواز، بيعطل مصلحة شغل، ممكن يعطل دنيا ويوقف حياة، تمام؟ فخلينا بقى نبتدي بأول سؤال معانا النهاردة، إيه هي الرموز اللي إحنا لو شفناها في الحلم تبقى الرموز دي خاصة إن في سحر معمول لنا؟
بصي يا مونيكا، عشان نبتدي كلامنا لازم نعرف ان السحر مذكور في القرآن، تمام يعني احنا مش جايبينه من عندنا ولا كلام هباء. اوكي، تمام فالاحلام بتبقى عباره عن اشارات ربانيه من ربنا سبحانه وتعالى، بيبعت لك الاشارات ديت في حلمك او للبنت او للام او للشاب عشان يعرفوا احلامه ديت بتدل على ايه، وخصوصا القريبين من ربنا سبحانه وتعالى. يعني بيبقى ليهم اشارات كتيره جدا في الاحلام لو هم معطلين في حاجه او عندهم سحر في شيء. طب انا هقطعك بس معلش عشان دي اتفضل. مكالمه دوليه معانا بيشه من الجزائر. الو عادي. الو الو استاذه بيشه. الو الو، ازيك يا بيشه؟ عامله ايه؟ ازيك؟ منوره الدنيا. ولا الله يسلمك، وانت كيفك؟ الحمد لله حبيبتي، الف شكر، ربنا الحمد يخليك. لله. والله انا عندي حلمين متتاليين، لذا لازم بحكيهم لك الاثنين. اتفضلي يا فندم، معاكي. شكرا. انا كنت في رمضان شفت رؤيا، وكنت لسه ما تعرفت على شخص، وبعد 4 ايام انا بتعرفت على شخص ونمت الرؤيا الثانيه. الرؤية الأولى هي في شهر رمضان، أنا نمت شفت كنت في غرفة نومي، كان على سريري حزام ذهبي، تمام، حزام ذهبي، وكنت أنا أتكلم مع ماما وأنا شادة حزام ذهبي آخر خفيف والثقيل كان على سريري، وأنا كنت أقول لماما أنا سأستحفظ بهذا الثقيل وهذا سأستغنى عنه. تمام. ثم بعد 4 ايام انا تعرفت على شخص، تمام، وهي الرؤية الثانية اللي احكيها لك. تمام تمام هي الرؤية الثانية، انا كنت شفتوح، يعني كنت عند الصائغ. اوكي، انت بتفسري لي الاولى ولا الثانية؟ انا بقول لك الثانية. يعني قولي، قولي الاثنين، بعد كده احنا هنفسر بقى على طول بعد ما تقفلي معايا. حاضر حاضر. اتفضلي. انا بعد 4 ايام انا كنت صليت كالعاده، صليت الفجر وصليت، ثم لما نمت انا شفت روحي كنت عند سائق بائع المجوهرات. اوكي، كنت طلبت منه ان يصنع لي سوار اليد، تمام، وهو كان صنعه لي كما كنت طلبت منه، لكن كان فيه زمرد والزمرد ما وضحهاش كما طلبت منه. تمام. انا قلت له ليش ما وضحت الزمرد داخل الشبابيك؟ قال لي انا مش ممكن، انا خفت الزمرد تنكسر. قلت له ليش ما وضحت الزمرد داخل في الدائره؟ قال لي مش ممكن، انا خفت الزمرد تنكسر. ثم قلت له اعطيني اياه، انا ساخذه وانا ساستكلف مع سائغي. اوكي. انا ما شفتش هو، ثم فتحت عيني، هو كان ذهب الى مكتبه حتى يعطيني السوار وانا فتحت عيني. تمام. يعني انا في الاول شفت السوار لما كان عنده وكان يفرجيني اياه، بس ثم ما شفتيش لما قلت نفسك له في الحلم بتاخديه منه، صح؟ لا، فتحت عيني، لكن اوكي، هو ما كانش في مانع حتى ما يعطيهوليش، ذا كان ذهب إلى مكتبه حتى يعطيني إياه، ولكن أنا فتحت عيني. تمام، اوكي، شكرا يا بيشا، وان شاء الله هستناكي بقى في المداخلات الحلقات الجاية بإذن الله. ان شاء الله. ميرسي ليكي. اوكي. طيب، أول رؤية هي اتفسرت بتعرفها على الشاب دوت بعد 4 أيام من الرؤية الأولى. الحزام. اللي هو السوار اللي كان على الفراش. اوكي اوكي طيب. وهي كانت بتقول انا ما اقدرش استغنى عنه فانا عاوزاه. عامه السوار للبنت جواز، الله، جواز وخطوبه، وديت من العلامات المبشره جدا للبنات المقبلين على الجواز، وده بيخص علامات الذهب للبنت. تمام. طيب تعالي بقى للرؤيه الثانيه. هي رحب بالفعل بتصنع السوار وعايزه فيه حجر زمرد. هي عجبها الشاب وكل حاجه، ولكن هي بتتطلع فيه لصفات معينه هي عايزاها. تمام. فممكن ما تكونش موجوده أوه. او ما لقيتهاش موجوده. هي عندها امل ان في فيما بعد في علاقتهم أوه. اللي مش موجود يتوجد، الله، يجي بالعلاقه وبالعشره وبالحياه ما بينهم ان شاء الله. طيب. هي فتحت عينيها وهو جايب لها السوار وهي لسه ما خدتوش، ولكن هو اوريدي هو جه الطريق ومشي وراح ودخل المكتب وهيديهولها، فبالتالي ان شاء الله ربنا يكرم يا رب ان شاء الله، ويكون زواج سعيد بالنسبه لك ويتم على خير. بشرة حلوه يا بيشه ليك يا ست ان من شاء الله البرنامج باذن بتاعنا، ان شاء الله الله ربنا يتمم لك بالخير. طيب احنا معانا تليفون تاني، معانا امة الله من سوهاج. الو،
الو، السلام عليكم. ممكن بس توطي بس صوت التلفزيون شويه واسمعيني من التليفون بعد اذنك. ماشي، اتفضلي. انا رأيت المرحوم جدي تمام. اعطاني 10 جنيه. اوكي. فقام هوا والدنيا ظلمت وراحت رايحة مني 10 جنيه دي مع الهوا. تمام. بعد كده دورت عليها لقيتها نزلت في بيت وخدتها. خدتها سنة ومشيت. تمام. وخلاص كده، بس معايا رؤية تانية. اتفضلي. طب هي حالتها الاجتماعية ايه؟ انت متجوزة؟ ايوه متجوزه. تمام، كملي قولي لنا بقى الرؤيه الثانيه. سامعيني؟ الرؤيه الثانيه انا رأيت جاموسه عندنا. تمام. وولدت، انا ولدتها، جابت عجل ابيض. تمام. بس وانا اللي شدتها منها، ويعني قلت الله، انت اللي ولدتيها يعني. عجل جميل قوي. اوكي تمام، خدت من النمله كده. ماشي يا امه الله، يعني تابعينا بقى في التلفزيون واسمعي الرد بقى. تمام. هو رقم 10 من الارقام الحلوه جدا والمبشره بالنجاح. فهي جدها المتوفي، جدها لها، جدها الفلوس لقيتها في ايديها وبعد كده طارت. اوكي. هي كانت بتمر بمراحل مستقره في حياتها، او حاجات كويسه، او حاجه هي بتحلم بيها، ولكن فجاه ما لقيتهاش. لكن ربنا هيعوضها وهيرجع لها تاني الشيء دوت. بيدل على الرؤية، بيأكدوا الرؤية التانية واللي هي ولادة الجاموسة. على فكرة ديت من الحيوانات المبشرة، يعني الحاجات اللي فيها خير، وخصوصا لما تبقى سمينة او بتدر لبن، او ان هي بتولد في الحلم، فدوت هموم ومشاكل بتنزح عنها. فهي مقبله على حاجه، هي منتظره حاجه في حياتها، ولا ما اعتقد ان هي منتظره حمل او بتفكر في مولود. ربنا يكرمها بمولود ذكر او انثى، ولكن هي بتفكر في الموضوع ده، ربنا يكرمها بيه وان شاء الله يحل لها مشاكلها. ربنا يديك الخير كله باذن الله. معانا تليفون تاني. معانا استاذه سناء من محافظه الجيزه. الو، السلام عليكم. ازاي حضرتك؟ اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك. اتفضلي يا فندم. بعد اذنك انا عندي حلمين، ممكن بعد اذنك؟ اتفضلي يا فندم. الحلم الاول، انا كنت عامله استخاره لواحد تقدم لي، يعني تمام معايا حضرتك؟ تمام. شفت ان في نفس الليله ان في واحده، الصوت واطي شويه، واحده قابلتني حضرتك. بس ممكن تعالي صوتك بس شويه، انت عملتي دلوقتي استخاره تمام؟ تمام. اوكي. في واحده قابلتك، بعلي صوتك شويه عشان في المنام. واحده قابلتني في المنام. فالواحده دي ملامحها مش باينه خالص، بس قعدت تبص فيها باشتياق ومشتاقه لي بشكل يعني جامد قوي. وانا كمان كذلك الامر، بس مش زيها. انت ما تعرفيهاش اصلا؟ ها، ما شفتهاش قبل كده؟ ملامحها مش باينه خالص. اوكي تمام. بس قعدت تبص فيها باشتياق جامد، وحضن بقى وحاجه تانيه يعني. تمام. وانا كمان نفس النظام، بس مش زيها يعني. تمام. يعني هي اكتر مني. الرؤية التانية بقى، شفت الشيخ الشعراوي. بسم الله ما شاء الله. وقبلت ايديه وكان معاه عصاية كده تقريبا بتعكز عليها. الله. يعني فرحت بالعصاية دي، كنت عايزاها يعني، ايه عايزاها ليا. تمام. فمش متأكدة بقى انا خدتها ولا لا، بس قبلت ايديه. تمام. بس يا حبيبتي، شكرا. تسلمي لي، الف شكر يا فندم. اتفضلي. الرؤية الأولى، الست في الحلم اللي هي أقبلت عليها وبسيتها أو حضنتها دي الدنيا. فهي الدنيا جاية مقبلة عليها، بشرة حلوة قوي، وهي بتقول لك أنا بقبلها بس مش بنفس الطريقة. هي جواها خوف إن الموضوع ما يتمش، أو يا ترى هيتم، طب ده خير. فده القلق اللي جواها. إقبال الست اللي ملامحها مش باينة، فده إقبال الدنيا عليها. يعني إن شاء الله والله أعلم هتبقى حياتها كويسة واستخارة مقبولة بإذن الله. طيب تعالي رؤية سيدنا الشعراوي. سيدنا الشعراوي من علماء المسلمين، توفاه الله، ربنا يرحمه يا رب، يتولى برحمته. من الرؤى المحمودة جدا 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 جدا. فهي بإذن الله استخارتها مقبولة، وبإذن الله موضوعها دوت يتم على خير، تقبلها لإيده. شيء مبهج ليها، لأن بياخدوا علماء المسلمين بياخدوا منهم البركه، او انت عارفه طبعا أكيد. المفهوم عند المصريين أكيد. او العرب. اوكي. فهي ان شاء الله رؤيه حلوه جدا ليها، وباذن الله ربنا يا رب يتم لها على خير واستخاره مقبوله. ابشري يا استاذه سناء، ان شاء الله كل الخير. هي خايفه، انت متخوفه جدا. بدايه كمان انك انت شفتيه جاي بيتعكز على عصايه، فانت قلقانه، جواكي خوف رهيب، يا ترى الموضوع مش هيتم ولا هيتم وهيبقى فيه مشاكل. ارمي حمولك على الله، وان شاء الله استخارتك مقبوله ان شاء الله. معانا تليفون تاني. معانا استاذه رضا من القاهره. السلام عليكم. ازيك يا استاذه رضا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بقول لحضرتك يا فندم، انا حلمت حلم كده، عاوزه بس تفسره لي. اتفضلي يا فندم.
بقول لحضرتك انا كل ما بحلم ان انا بحدق ورق راح السعوديه ومسافره، بس ما بسافرش، بس اللي بشوفه ان انا لابسه ابيض وراح السعوديه وبحضر ورق وراح اركب الطياره وكده يعني. تمام. انت متزوجه صح؟ انا مره راكبه قطر. اه متزوجه ومعايا اولاد. تمام. وحلمي ان انا راكبه قطر ونزلت منه. تمام. بس المشكله اللي حلم بتاع الحج والسعوديه ده 4 مرات احلم بيهم وما بوصلش المكان، بس كل اللي بحلم بيه اللي انا ايه بحضر ورق وكده. وحلمت ببنت عمي اللي كانت لسه رايحه السعوديه ولابسه عربيه جميله قوي وراحت بيها. ما شاء الله. انا رحت اتصلت بيها وبقول لها اديني العربيه اللي بتاعتك البيضه دي احضر بيها واروح بيها السعوديه. اديتها لك يعني. طيب اخذتيها منها؟ إيه؟ اديتها لك في الحلم؟ لا ما خدتش منها حاجه. لا ما اديتهانيش. تمام. اوكي. وحاجه كمان؟ انا برضو وحلمت ان انا كنت تعبانه وكده وبنت عمي دي كانت قاعده عماله تحشي في حمام ليا. اه ما شاء الله. تمام. تعمل لي اكل. تمام. اوكي. بس يعني هو ده الحلم. طيب طبعيني بقى في التلفزيون ودلوقتي هتشوف الاجابه ان شاء الله من الدكتور. طيب هي لبس الابيض محمود للبنت اللي مقبله على الزواج في فستان الزفاف. تمام. هي هتلاقي عندها تعطيل في حياتها. يعني حاجات بتحصل وما تتمش، تبقى على اخر لحظه وما تتمش. تمام. كل حاجه بتجري وراها ما بتتحققش على اكمل وجه. بتستنى كتير، بتنتظر كتير قبل ما الحاجه ديت تتم، وعلشان كده هي بتحلم ان 4 مرات ان هي بتيجي تسافر وما بيحصلش. فدوت والله اعلم انت بتقومي او عندك نقص في الفروض، يعني ما بتصليش الوقت بوقته، بتاجلي صلاتك، عليكي صدقه المفروض تخرجيها، عليكي زكاه، فدوري ايه النواقص اللي عندك لانك هتلاقي فيه شيء ناقص بيخلي الحاجه عندك ما بتتمش. واتبعي سنه رسول الله عليه الصلاه والسلام. الحمام اللي حدفته لها دوت خير، خير ان شاء الله يجي لها، وباذن الله باذن الله لو هي تعبانه فهتشفى، لان الحمام عباره عن رسائل ورسائل سلام. اجيب بقى تشوفي انت ايه الحاجات مثلا اللي مقصره فيها وان شاء الله ربنا يعني يكتب لك الخير يا رب ان شاء الله. معانا تليفون تاني، معانا ام يوسف من سوهاج. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سلام. ازاي حضرتك؟ لو سمحتي حضرتك، انا حلمت ان سلفتي حطالي قدام الشقه على الصفين صف مكان احمر مقلوبه، مكان كتير على الصف ده وعلى الصف ده، ولونهم كلهم احمر ومقلوبه. فبقول ده هي دي كل ما بتيجي من بيت ابوها بتعمل لي حاجه، بتجيب لي حاجه كده معاها، تعمل لي حاجه بس وانتهى الحلم. لا انت اوريدي شاكه فيها اصلا ولا ده كان حلم عابر؟ لا شاكه فيها، لان احنا مفيش كلام بيننا وبين بعض. بس خلاص تمام اوكي. اسمعي بقى التفسير من الدكتور. طيب اللون الاحمر اللي تحلمي بيه ومرشوش على الاعتاب والله اعلم ده سحر. فهي اصلا عندها شك. عشان كده انا سالتها السؤال ده الصراحه. فعلشان ما نبقاش بنعمل فرقه ما بين الاهل وقطع صله رحم وكل دوت، ممكن هنقول ان هو حديث نفس. فتوكلي على الله واقراي قران واقري الرقيه الشرعيه وحصني بيتك بالقران ورشي ميه بقران في بيتك وعلى اعتاب بيتك. لكن عامه انا بقول تفسير الحلم عامه. تمام. اللون الاحمر مرشوش على الاعتاب فده بيدل على هذا، وربما تكون اشارات ربانيه من ربنا ان هي تبحث وراء الموضوع ده او تحصن ربنا نفسها برضو يتملها يعني. بالشفاء وتحصن نفسها زي ما انا ما قلت بالرقيه الشرعيه وسيبيها على ربنا. تمام. شكرا ليكي. معانا مريم من المنيا. الو. السلام عليكم. ازيك يا مريم؟ السلام. الو. ازيك يا مريم عامله ايه؟ تمام الحمد لله. انت متجوزه مريم ولا مش متجوزه؟ لا متجوزه. متجوزه. قولي لنا بقى الرؤيه بتاعتك او الحلم بتاعك. انا كنت صليت صلاه استخاره. تمام. كان جوزي هو في السعوديه. تمام. كان حابب يشتري حاجه من واحد صاحبه هناك يعني تاجر. فصليت صلاه استخاره لان يشتريها او لا. تمام. المهم اني حلمت ان انا يعني كنت نايمه على السرير فهو اتصل عليا. تمام. برد كده لقيت نفسي في السعوديه انا واولادي واختي. تمام. فلقيته هو مع الراجل ده اللي هو هيشتري منه صاحبه اسمه ابو عبد الله. تمام. فقلت له انت ازاي عملت كده؟ قال لي لا انا مش عملت كده، ده هو ابو عبد الله هو اللي جابكم هنا. يقول له طب انت ازاي يعني انت ازاي ما اندهشت الصراحه، ازاي احنا فجاه اتنجلنا كده رحنا السعوديه. اوكي. تمام. المهم دخلنا في اوضه كده انا وجوزي، ودخل اختي في اوضه واحنا وانا وهو في اوضه. تمام. فيعني كانه يعني هو طالبني يعني للجماعه فانا رفضت.
قلت له اولا انا ما خدتش البرشام اللي هو منع الحمل وثانيا انا ما وبعدين انت شكلك زي جوز عزه يعني هو كان شكله زي كبير كده في سن صاحبه ده اللي هو عنده 95 سنه تمام. هو تمام في سن كده كبير شكله كبير يعني هو عنده 40 سنه كانه عضو 90 سنه شفتيه عجز يعني عجز في الحلم ايوه عجز اوكي بس كده خلاص شكرا يا مريم طيب هي عملت استخاره على الشيء اللي جوزها هيشتريه في السعوديه تمام وراحت لقيت ان اللي يهمني في القصه هو عجزه في الحلم ان هو كان شاب وكبر فجاه قصادها اوكي فدوت الكبر في الحلم وما بيبقاش في الحقيقه زياده هم ومشاكل وربما تدل على الحكمه يعني ممكن يكون الشيء اللي هو هيشتريه شيء غير مستحب لان هو شاب بقى خلاص يعني هو شاب يعني حاجه يعني وحشه ممكن يعني هموم ومشاكل فيبقى الحاجه كبرته بسرعه فيبقى الحاجه اللي هو هيقتنيها هتبقى هتزيده مسؤوليات فالمسؤوليات هتزيده تفكير وهتزيده اعباء تمام وجودها في السعوديه في حد ذاته السفر للاراضي المقدسه في الحلم والبيت الله الحرام من احسن الرؤى وخصوصا لما تبقى هي راحه فرحانه او فرحه في مجمع حلم راحه هي واولادها واختها ولكن كان استغربها هي ازاي وصلت لهناك بالظبط ما كانتش مبسوطه حاجه هتجيلها على عجله لا هي ما كانتش مبسوطه أوه. هي استغربت ان هي لقت نفسها لكن ما بيدلش على عدم الفرحه تمام اوكي هي اتفاجئت بالتصرف تمام والله اعلم يعني لو نصحناها مثلا هو مثلا يعني ما يشتريش الحاجه دي عشان يعني كبره في الحلم بيدل على زياده المشاكل والهموم او التعب فهو لو اشترى الشيء ده بيزيد من مسؤولياته واعبائه والله اعلم الله اعلم طيب احنا معانا ناديه من الفيوم الو شكرا يا ناديه طيب معانا تليفون تاني طيب خلاص معانا فاطمه الو استاذه فاطمه ازيك يا استاذه فاطمه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازاي حضرتك ازاي حضرتك الحمد لله يا فندم والله تسلم ايه حضرتك حلم عندي عايزه بس افسره اتفضلي يا فندم ابني متوفي واخته شافته في المنام ان هو جاي بردان يقول لها غطيني انا بردان تمام بس كده بس كده عينيا حاضر اسمعي بقى التفسير من الدكتور طيب المتوفي في الحلم ربنا يرحمه يا رب رحمه الله عليه ويديكي حسنه واجر على الصبر ان شاء الله المتوفي لما يجي بردان في الحلم يبقى هو ناقص صدقه تمام. هو عايز صدقه هي تتصدق بيها وتدعي له كتير عشان ربنا يرفع عنه البلاء ويا رب ويغفر له باذن الله والله اعلم طيب نرجع بقى تمام. يعني لشويه بقى موضوع الحلقه النهارده علشان الموضوع ده بجد شاغل ناس كتيره جدا يعني السؤال ده مهم جدا يا جماعه لان في ساعات ناس بتشوف رموز في الحلم وما تعرفش ان الرموز دي مثلا بتؤدي ان وجود سحر وهم ما يعرفوش اوكي فخلينا نقول يعني ايه هي رموز لو شفناها في الحلم يبقى في سحر في رموز كتيره جدا بتدل على السحر في المنام زي ايه بقى تمام تعالي هنقول الأول حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة قال والسلام. من تصبح كل يوم بسبع تمرات عجوة لا يصيبه في ذلك اليوم سم أو سحر تمام يبقى كده السحر والسم مذكورين في حديث رسول الله طيب عليه الصلاة والسلام تعالي بقى نشوف إيه هي الرموز تمام. الرموز أنت عندك السموم دي بتبقى موجودة في الحياة وفي العقارب وديت أصلا حاجات يعني مؤذية جدا من الكائنات المؤذية جدا لو البنت شافت في الحلم عقربة إن بتقرصها او ان هي في فرشتها او موجوده وملفوفه في تحت مخدتها او يبقى هي البنت ديت عندها تعطيل في الجواز او لو جاي لها عريس الموضوع مش هيمشي بسلاسه تمام وكذلك الشاب طيب تعالي كل ما هو يرمز الى النجاسات زي البول البراز دم الحيض اي حد يلاقي معذره طبعا لفظ دم الحيض موجود في اركان شقته في ملفوف في فوطه او في حاجه ومرمي في اي حته او محطوط تحت هدومه او في دلابه يعرف ان هو في حد بيسحر له وليعوذ بالله وكمان ده يعتبر سفلي طبعا لانه بيستخدم فيه النجاسات طيب تعالي نشوف الحيوانات اللي بتيجي في الحلم وبتدل على السحر تمام عندك الثعبان الاسود الثعبان الاسود دوت سحر الكلب الاسود الرسول عليه الصلاه والسلام قال لك الاسود شيطان يبقى كل شيء اسود الثعبان الاسود الكلب الاسود الخنزير الجمل الاسود دولت سحر وسحر بين البنت تعرف ساعتها ان هي في شيء مسحور لها طب لو الام حلمت بحاجه من هدوم بنتها معقوده
تمام. تيجي بس هتلاقي الطرحه بتطلعها من الدولاب لقيتها معقوده، او الفرش اللي البنت بتنام عليه لقيته معقود او مربط. تمام. طيب يبقى البنت ديت مسحور لها ان هي الجواز دوت ما يتمش او يبقى عندها تعطيل في حياتها كلها، والدليل على كده ومن شر النفاثات في العقد سوره الفلق. تمام. تمام. يبقى الام هنا تعرف ان في سحر للبنت ديت او البنت لو حلمت بنفس الشيء او الشاب. طيب هنرجع نكمل معانا بقيه السؤال، وعشان لسه هنفرح الناس طبعا، يعني هنرجع مش عايزين نكئبكم يعني في الحلقه. ما تقلقيش احنا حاجات لا في حاجات مفرحه كتير ما تزعلوش. معانا ام مريم من الجيزه. الو. شكرا يا ام مريم. طيب معانا رضا من الجيزه. الو. الو. ايوه يا فندم. السلام عليكم. ازيك يا استاذ رضا؟ اتفضل. وبركاته. وعليكم السلام. وبركاته. اسماعيل معاك. نعم. اتفضل يا فندم. اتفضل يا استاذ رضا. الله يخليك. انا كنت عايز اسال الاستاذه على حاجه. انا بشوف بنتي كده في احلامي، بتجيلي في احلامي على طول. وفي جميع الطرق اللي انا ماشيه فيها وبشوفها كده في احلامي على طول. تمام. يعني بتشوفها في ايه؟ يعني أوه. يعني بتجي لك في صوره ايه؟ او بتكلمك او بتعطيك حاجه، بتاخد منك حاجه؟ يا ريت بس لو يعني تفصل لنا اكتر. شفتهاش الا مره واحده حقيقي. شفتها مره واحده حقيقي، بس بعد كده بتجي لي في احلامي. ايوه بتجي لك في احلامك، بتعمل ايه؟ قول لنا يعني، اديني مثلا مثال علشان نقدر بناء عليه نفصل لك الحلم. يعني قول لي مثلا حلم من الاحلام اللي انت شفته بيها. بشوفها على طول. انت بتشوفها بس على طول في مره واحده بس؟ شفتها مره واحده حقيقي. بنت حضرتك معاك؟ عايشه معاك؟ لا هو ما يقصدش كده. امال ايه؟ دول يا استاذ هي بتقول لك بنت حضرتك معاك؟ عايشه معاك يعني؟ انا لا انا مش متجوز. اوكي. انا مش متجوز. تمام. قلت لك هو ما يقصدش كده. ايوه اصلا ما سمعتش. مش متجوز. اتفضل. طب انا هرد عليك حالا. ماشي يا فندم. تابعنا. طيب انت قلت له بنت حضرتك معاك، فانا قلت لك لا هو ما يقصدش كده. انا بس هو اولا هو صوت مش واضح. هو بيقول لك انا شفتها مره حقيقي، وبعد كده نفس البنت ديت بتجيلي في الاحلام كتير. اوكي تمام. طيب احنا كده هندخل في موضوع تاني خالص، وهو الجن والمس او السحر او التلبس او اي شيء. اوكي. فاللي اقدر اقوله لك في الحلقه ديت، عليك بالرقية الشرعية، تقرب الى الله، ما تسيبش فرض، ارقي نفسك باستمرار، اسمع سورة البقرة، اقراها على مية واشربها، وشوف احلامك بعد كده هتبقى شكلها ايه. لو الاحلام ديت خلاص خلصت، طالما ما بتجيلكش وما بتأذكش بحاجة، خلاص انت كده كده بتحصن نفسك بالاذكار والقرآن وربنا معاك. لا قدر الله لو في اي اذية او اي حاجة، توجه لحد من الشيوخ الافاضل اللي ليهم في العلاج بالقرآن، الشيوخ الصح مش بتوع الفيس. تمام. والله اعلم. الله. معنا تليفون تاني. معنا ام محمد من القاهرة. الو. الو. ايوه يا فندم. مساء الخير. ازي حضرتك؟ عامله ايه؟ الحمد لله. ازي حضرتك؟ اتفضلي. ازي الدكتوره؟ عامله ايه؟ الحمد لله رب العالمين. بقول لحضرتك يا دكتوره، انا حلم جوزي حلم اللي هو كان قاعد في بيته يعني في البلد بتابوه، وعاوز يصلي، قاعد فوق السطح عاوز يصلي. تمام. فما لقيش ميه يتوضى بيها، فنزل لاخته تحت، لقى باباه اخته اسمها عطيات بتدي ابوه كوبايه لبن، وراحت اعطته هو كمان كوبايه لبن، قال لها لا انا عاوز ميه اتوضى، قالت له طب اشرب كوبايه اللبن دي الاول وبعدين اديك تتوضى. راح شرب كوبايه اللبن. بسم الله ما شاء الله. وبعد ما شربها راح طلع فاق، راحت قال لها عاوزه اتوضى، راحت قالت له لا ما ينفعش اتوضى، قالت له خش الحمام اتوضى. فعلا طلع اتوضى وطلع لقى الشيوخ بيصلوا، ما شاء الله، مش راضيين يصلوا الشيوخ، مش راضيين يصلوا، راح هو قام الصلاه وصلى هو، راح قال لي انا هصلي عشان الوقت ما يفوتنيش، وشرب كوبايه اللبن، بس كان مبسوط وهو بيشرب اللبن، هو وابوه شرب كوبايه اللبن برضه، وراح هو بابا متوفي. الحج متوفي؟ لا يعني؟ لا عايش. طب ربنا يديله طول العمر يا رب. ربنا يخليك. بس هو الحلم خلص على كده. انا عندي حلم تاني. اتفضلي. انا بحلم على طول برقم 9 و19، بيقولي في الحلم بس مش فاهمهم قوي. تمام. مش فاهمه. طب بيقول لك في شكل ايه؟ يعني فلوس مثلا، عمله؟ لا بتاخديهم. لا ارقام في اوراق؟ لا مش فلوس ولا عمله، دايما رقم 9 بيقول لي يعني ايه، كان انا بقول لحد خد التسعه دولت، خد يعني كده، فبيتكرر معايا على طول في كذا حاجه، في كذا شكل يعني، في كذا شكل بس مش فاكره قوي. تمام.
وعاوز اعرف اللحمه النيه ايه في الحلم، عيني بس حد يجيب لي لحمه نيه بس حاضر. والنبي ما تنسينيش في الحلم بتاع حالا هنرد على حضرتك جوزي بتاع اللبن والصله ده، حالا هنرد على حضرتك اتفضل. طيب. عامه بسم الله والصلاة والسلام على خير المرسلين، اللبن في الحلم كويس ان هو شربه ان هو ما رفضوش شربه فهو شربه وقام وتوضى وطلع فوق السطح تاني ولقى الشيوخ رافضين يصلوا، هو قام بيهم او هو كم او هو صلى قال عشان الوقت ما يفوتنيش، فهو دوت بيدل عن حقيقة حياته يعني هو ده بيتكلم عن حياته نفسها. هو انسان بيتقي الله ما بيحاولش ان هو يعيش دنيته على حساب دينه، بيحاول يقيم فروضه لو وراه دين بيحاول يسده، ما بيسيبش حاجه لحد عليه. فدي بتتكلم عن حياه الشخص نفسه وحياته حوالين اسرته، فان شاء الله دوت خير وربنا يا رب يجعله من الناس اللي ختامهم خير ان شاء الله ويديله طول العمر ان شاء الله. طيب تعالي هنا للحمه النيه، ده كلام سيء كلام كلام او غيبه او نميمه ايا كان الشخص اللي اعطاها لك في الحلم الله اعلم. رقم 9 من الارقام المحموده في الحلم وهو رقم ليه قدسيته او 19 9 ما هو 9 19 99 تمام اي حاجه بتحمل رقم 9 عامه او خواتيم لحاجه معينه. فرقم 9 من الارقام الحلوه جدا جدا في الاحلام، هو بيتكرر معاها هي بتضيق معاها قوي بجد تفرج هتلاقي ده طبيعه حياتها والله اعلم طبعا، هي هتلاقيها بتضيق معاها قوي في حياتها بتتوقف على حاجه بسيطه بس بعد كده سبحان الله الفرج برده بيجيبها من حاجه لا تذكر برده بتبقى قدامها. فهي على قد ما بتتعصر على قد ما ربنا ما بيفرجها معاها بعد كده، وده تكرار رقم 9 في احلامها والله اعلم. ربنا يفرجها على الجميع يا رب. طيب معانا تليفون تاني، معانا استاذه مريم من المنيا. الو يا فندم ازيك يا استاذه مريم؟ اتفضلي. اهلا يا دكتوره. اتفضلي لو سمحتي كنت ليا رجاء عند الدكتوره. اتفضلي. انا عايزه رقم التليفون لان معايا رؤيه ما ينفعش اقولها على التلفزيون. حاضر. ممكن حضرتك بس تاخديني الكنترول، يعني انا هقفل معاكي هنا وهيحولوكي على الكنترول خدي منها. اتفضلي معانا استاذ محمد من الايوبيه. الو السلام عليكم. ايوه استاذ محمد الله يبارك فيك. ازي حضرتك؟ ازي حضرتك؟ اتفضل. عندي رؤيتين بس هما مرتبطين بنفس الايه اللي بتكلم فيه. لا هو صوت حضرتك مكتوم جدا احنا مش عارفين نسمعك، ممكن بس تعلي صوتك شويه؟ بقول لحضرتك عندي رؤيتين مرتبطين ببعض. اتفضل يا فندم. هو في الحقيقه احنا بنعمل دير بتاع ميه. تمام. فانا شفت المهندس اللي شغال معانا واقف جنب بقره كان البقره دي هتولد. تمام. فانا بقول له البقره دي واقفه ليه كده؟ قال لي ده هتولد يوم السبت. الرؤيه الثانيه برضو عندي ابن عمي شاف نفسه اللي هو واقف نفس جنب البير اللي احنا شغالين فيه. لا الارض مشققه بس مباني البير سليمه. لا الارض مشققه وايه؟ والدير سليم، مباني البير اللي احنا عاملينه سليمه يعني. لا انا مش سامعه الثانيه، هي انا سامعه الارض سليمه. ايه بقى اللي سليمه؟ بصي الثانيه حضرتك ابن عمي برضه شاف نفس شاف رؤيه ان البير حواليه الارض مشققه. تمام. بس المباني سليمه بتاعت البير يعني. اوكي تمام. هو غريب حاليا في البير دوت عشان ايه؟ بندور على الميه يعني. اوكي تمام. ماشي يا استاذ محمد. اسمع التفسير من الدكتور. طيب ولاده البقره في الحلم فدوت رزق وخير وهم هيلاقوا اللي هم بيبحثوا عنه، فان شاء الله ربنا هيوفقهم فيه وهتبقى حاجه مبهجه جدا عليهم. الارض مشققه دي مشاكل وعراقيل لان ما بتتشققش الا الارض البور. تمام. فدي مشاكل وعراقيل هم بيمروا بيها. لكن ان شاء الله هتفرج او ربنا ان شاء الله هيسترها معاهم لان المباني سليمه ما فيهاش تشقق او ما فيهاش ميل ما فيهاش اي شيء مهدوم، فان شاء الله ربنا يا رب يحفظكم ان شاء الله وتلاقوا اللي انتم بتدوروا عليه والله اعلم. امين يا رب العالمين. معانا استاذه نوره من اسيوط. الو الو ازيك يا استاذه نوره؟ الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه وبركاته. الله يسلم حضرتك. ممكن توصلنا بالشكه؟ اتفضلي يا فندم. بص انا حلمت من فتره ان انا بصيت كده لقيت واحده شيخه ست كده بتبص لي بمنظر جميل كده اهوت، والنور من كتر النور فيها ما قدرتش ابص يعني شكلها خالص. تمام ما شاء الله. بس كده خلاص؟ بس حضرتك انا يعني متجوزه و حضرتك متجوزه؟ يعني مش مستقره مع جوزها. في مشاكل يعني؟ تمام اوكي. شكرا ليك يا نوره. طيب هي قالت لك ان هي حلمت بشيخه ووشها فيه نور وهي من كتر النور ده مش قادره تبص عليه. عامه النور في الحلم حاجه كويسه لكن هي مش عارفه تبص، مش عارفه تبص يا ترى برهبه ولا بفرحه. لو بفرحه فربنا يا رب يتمها على خير، ولكن لو برهبه فهي بتتعرض لخديعه او حد
بيتكلم عليها او حد مسبب لها المشاكل دي ومخليها دايما في توتر ومش مظبوطه، الدنيا حواليها مش صح. ده يفسر ان هي مثلا عندها مشاكل في البيت، ده بيفسر عدم استقرار حياتها. اوكي تمام. لو هي بتبص على النور دوت برهبه او مش مرتاحه تمام، لكن لو كانت بتبص على النور دوت بفرحه ومبسوطه فدوت انفراجه هتجيلها ان شاء الله. طب بيعتمد على الطبيعه اللي هي شافت بيها النور، احساسها الداخلي ايه. والله اعلم. ربنا يفرج عليك يا حبيبتي. طيب معانا ام عمر من الجيزه. الو. الو. ازيك يا ام عمر؟ اهلا وسهلا. لو سمحت عايزه اكلم شيخه. هي معاكي يا فندم، اتفضلي. طيب انا حضرتك بحلم بان انا ملبوسه بس مش بشوف، يعني مش بشوف اللي عليا ده، بس بحس بيه، وطول الحلم بيبقى شايل صوتي، فبقعد اقول لا اله الا الله ومحمد رسول الله لغايه ما صوتي يطلع. احلام كتير جدا جدا صوتي بيطلع فيها، وايام بحلم بيه صوتي مش بيقدر يطلع. تمام. باشكال مختلفه، يعني ممكن 10 سنين بحلم بالموضوع ده. من زمان يعني؟ من زمان. وتعبانه؟ بيتكرر معايا كل فتره. تمام. انت تعبانه في حياتك او في جسمك؟ لا، جسمي الحمد لله، بس في حياتي الحمد لله. يعني عندك وجع في ظهرك مثلا يعني؟ لا 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 لا، الحمد لله. طيب. ما فيش. طب الحمد لله، شكرا ليك يا نور. طيب الحلم بالجن هو من التعطيل في الحياه، يعني بيبقى عندها مشاكل في حياتها، بيبقى شيء من المس في الجن في الحلم جاي لها، هي شافته في الحلم. تمام. وبتشوفه كتير وبقى لها 10 سنين. اللي يبشرها في الحلم نطقها لا اله الا الله محمد رسول الله. تمام. ودوت هو بيكتم صوتها، وبعد كده صوتها بيطلع، فهي بتتعرض لحاجات كتير جدا، ولكن هي بتقاوم ربنا معاها، فهي تداوم على صلاتها، تداوم على قراءه القران، ولو مقصره تخليها بتقرا باستمرار، بتقرا الرقيه الشرعيه، ما بتسيبش فرد، بتخرج الصدقه، بتحافظ على الزكاه، بتادي كل الفروض اللي عليها عشان ربنا يقف جنبها ويخرجها من المأزق اللي هي فيه، خصوصا هي بتقول لك انا بقى لي 10 سنين بشوف الحلم ده. الموضوع معاها من زمان. معاها من زمان. فالحمد لله انك انت مش متاذيه منه في جسدك، ولكن قومي وهيبقى ليكي نصره ان شاء الله، ولو في اي شيء معطلك في حياتك هتخفي منه. ودوت ذكر لا اله الا الله محمد رسول الله، ده من المبشرات الكويسه جدا في حلم انك في ازمه وهتخرجي منها. والله الله خير يا رب. بس طبعا لازم تداومي على الحاجات اللي قالتها دكتور هند، عشان الرقية الشرعية، عشان الحاجات دي اكيد هتفيدك، وبعد كده ان شاء الله ربنا يخرجك من كل ده باذن الله. الله. معانا هدى من القاهره. الو. ايوه. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا هدى؟ هدى ممكن توطي صوت التلفزيون شويه بليز؟ اتفضل. اتفضل من فضلك ان تفسر لي والنبي الحلم ده، عشان قلقانه قوي. انا معاكي، اتفضلي. انا عندها 18 سنه ودايما احلم انها بتتوه مني. تمام. اوكي حاضر. انها طيب بس كده. بس كده خلاص. يا رب يبارك لك. عينيا حالا يا فندم، اتفضلي. بتحلم ان بنتها بتتوه منها على طول؟ لا، هي ما تخافش، دوت حديث نفس، وانت هتلاقيها هي مرتبطه ببنتها، وهتلاقيها شخصيه قلوقه جدا وعلى طول بتفكر فيها. البنت راحت، البنت جات، البنت ما كلتش، كلمت مين، راحت فين، جت منين، فدوت حديث نفس بحت. فانت سيبيها على الله، وعليكي بقراءه كل اعوذ برب الناس دي، تخليها ورد ليكي يومي، اقريها بعدد معين، العدد اللي انت عايزاه، ولكن يبقى ثابت بالنسبه لك كل يوم، عشان وساوس الشيطان اللي بتحوط بيكي دوت، وتقعدي تفكري في البنت كتير. سيبيها على الله واجعليها في رعايته، وان شاء الله ربنا يحفظها لك. ربنا يحفظ. فما تقلقيش نفسك زياده عن اللزوم، ربنا معاها. امين يا رب العالمين. ساعات يا دكتور المخاوف اللي احنا بنشوفها فعلا في الحقيقه، هل هي بتاثر فعلا على احلامنا ولا؟ طبعا. اولا ده بيرجع لحاجتين. عامل. انت عندك رسول الله عليه الصلاه والسلام قال لك ان الرؤى ثلاث: اهاويل من الشيطان ليفزع بها بني ادم، ومما تحدث به نفسك، وجزء من 46 جزء من النبوه. القصه اللي انت بتتكلمي عليها ديت في الجزء الثاني من الحديث، وهي مما تحدث به نفسك، حديث النفس. دور العقل الباطن في الحلم ايه؟ تمام. انت طول النهار النهارده انت في القناه وراكي شغل، كنت قاعده كويسه مع اصحابك، الحلقه كانت تمام، مروحه مبسوطه، ممكن في نفس الحلم تتكلمي في نفس السياق دوت. هتلاقي نفسك بتكلمي نفسك، الرغبات المكبوته جوانا، حد عنده حلم او امنيه ومش عارف يحققها. تمام. فبتلاقي العقل الباطن جايبها له في الحلم على شكل امنيه، هو اوريدي حد عايز يسافر تلاقيه بيسافر في الحلم. حد عاوز يقابل حد بيحبه تلاقيه بيشوفه في الحلم. فديت رغبات مكبوته في حياتنا عامه، هو ده دور العقل الباطن، حديث النفس. تمام. معانا يعني اخر تليفون بقى، عشان يعني تمام. نرد على اخر، يعني نعرف بس نتكلم في كام سؤال كده قبل ما نختم الحلقه. معانا حنان من المنيا. الو. الو استاذه حنان.
انقطع الاتصال. شكرا استاذه حنان. طيب زي ما احنا كتبنا الناس في السؤال الاولاني وقلنا الرموز اللي بترمز للسحر في الحلم، خلينا نقول لهم اكيد في رموز بترمز للفرح. يعني الواحده تعرف ان هي يعني هتتجوز قريب مثلا، لو هي داخله على مصلحه شغل ان شاء الله هتنجح. ايه هي الرموز اللي ممكن نشوفها في الحلم تحسي ان انت ان شاء الله هي ربنا يفرج علينا؟ طيب انا عايزه اكمل جزئيه بسيط قوي في سؤال تعطيل الزواج، لان ده بيجي عليه حاجات كتيره، وخصوصا انك انت شايفه نسبه العنوسه زايده الايام دي جدا. تمام، او ارتفاع. احنا معانا دقيقه فدقيقه للاسف يعني. طيب عامه خلاص خلينا بقى نختمها بحاجه حلوه. اوكي، البنت لما تحلم ان هي فيها على راسها تاج، تمام، دوت حلم كويس جدا. البنت كده دي مقبله على الزواج. لو لقيت نفسها معاها خاتم، الله، حاجه جميله جدا. انت كده بامر الله في عريس جاي في الطريق، او اللي موجود معاكي دوت باذن الله ربنا الخاتم، حتى لو خاتم ذهب مثلا، لو هي للبنت لو خاتم ذهب حلو لو جدا، لو هي لبست خاتم ذهب مثلا لا قدر الله لو اتكسر ده بيبقى مشكله. أوكي. ونقصان في شيء او حاجه عايز تحصل عليها ومش قادره تحصل عليها. تمام. طب تعالي لو البنت راحت الكعبه، الله، حاجه كويسه جدا. لو البنت شافت القمر، العريس اللي معاها دوت كويس جدا، او اللي جو او اللي جاي كويس. طب تعالي للشاب، ما يحلمش القمر، يحلم بالشمس. ان هو كده مقبل على حياه سعيده وعروسته هتبقى جميله، او حد ربنا يوهبه بحاجه كويسه قوي. يعني ايه الحلم بيختلف من الست للرجل؟ لا، ده مش من الست للرجل، ده من الطفل للبنت. يعني للشاب للرجل للست للعجوزه للراجل الكبير عامه يعني. فكل سن وليه مراحل في احلامه وليه طبيعه في احلامه وليه تفسير. عالم الاحلام ده عالم مليان اسرار كثيره حقيقي. جدا حقيقي، ولازم يكون معانا مفاتيحها علشان ما يسيبناش خوف او فزع، لان في حاجات بتبقى العكس. ودي انت شوفي نفسك بتسقطي من الحلم وده وتقومي مرعوبه، لا ممكن تبقى حاجه كويسه جدا. أيوه. ما فيهاش مشاكل خالص يعني. فدوت لازم لسه في حلقات جايه ان شاء الله كتير. للاسف احنا كان معانا اسئله كتير يا جماعه وما لحقناش الصراحه يعني نسالها كلها، عشان وقت الحلقه يعني كان كلها مكالمات. دكتوره هند نورتيني بجد، وكانت حلقه رائعه بحضرتك. وان شاء الله حلقاتنا تتكرر باذن الله الايام الجايه او الاسابيع الجايه باذن الله. إن شاء الله. يكون لينا حلقات سعيده جدا ان انا معاكي النهارده. تسلمي لي جدا على اللقاء الجميل ده. تسلمي لي حبيبتي. اعزائي المشاهدين، للاسف وقت الحلقه خلص معاكم النهارده. نتمنى ان هي تكون اسعدتكم. استنونا ان شاء الله الاسبوع الجاي وحلقه جديده مع برنامج كلام مهم مع مونيكا. السلام عليكم.